ولا حزن ولا تنهد، وإن كان في الموت راحة فانعم بها. في أيامك الأخيرة توقعنا فراقك، لكن ليس بهذه السرعة. توقعنا الألم الذي سيلم بنا، لكن ليس بهذا القدر. غيابك أوجع قلوبنا يا أبي، وما أوجعنا أكثر هو معرفتنا بأنك حزين من الوضع الذي آلت إليه صحتك، وحزين من ضعفك الجسدي الذي أثقل كاهليك وأخذ منك قواك، وكأنك بالتقاطك لأنفاسك الأخيرة كنت تقول لنا: لقد تعبت يا أم مشير، لقد تعبت يا ابني، لقد تعبت يا بناتي، وأنا أوان الرحيل. أغمضت عينيك طوال النهار في يومك الأخير، ولم تفتحهما قبل أن تلمس يدك يد أمي. لمستها وقالت: كمال أنا هون، جيت أشوفك، فتح عيونك. ولوهلة فتحت عينيك وكأنك سمعت شريكة حياتك وأردت رؤيتها وتوديعها للمرة الأخيرة. وبعد برهة أغمضت عينيك، وما هي إلا دقائق حتى أسلمت الروح لباريها. والدي العزيز، رحلت عنا بالجسد، لكن روحك باقية معنا إلى الأبد. كيف لا، وقد كنت بوصلتنا في بحر الحياة الهائج، وبك ومعك وصلنا إلى بر الأمان. كنت مثالا للقدوة الحسنة التي رفضت المساومات على المبادئ، ورفضت التلون والزيف والرياء. التصقت بهموم شعبنا وحملت شعلة الكفاح، حيث كنت مثال العامل الكادح المجتهد الصامد في موقعك النضالي الراسخ. وقد قال فيك صديقك ورفيق دربك الأستاذ المرحوم حسين مهنا: لم تنشد المال الوفير ولا تمنيت المحال، لكنك سموت بما فعلت فكنت أهلا للكمال. هنيئا بما وهبت لك الأيام من حسن الخصال يا أبي، فكنت طيبا حنونا متواضعا واسع القلب وحي الضمير، عزيز النفس، أبيا كريما، أمينا صادقا لا يعرف الغش ولا الكذب. نم قرير العين يا أبي، فزوادتك كبيرة وبيدرك واسع، وكل شبر من هذه الأرض يشهد على خطك المستقيم. تميزت بكل ما فعلت، وهيبتك طغت على كل محضر، فكنت المصلح الاجتماعي الذي أبى أن يترك للخصام مطرحا. وإن كنا قد أحببناك واحترمناك كأبناء، فاليوم نجاهر بهذا، وكل منا يقول: كان هذا أبي. مثلنا الأعلى في الحياة. كنت إنسانا حكيما، وقد تتلمذنا على يديك فعرفنا معنى الحياة. كنت عاملا، لكن شغفك الأكبر كان الزراعة. أذكر المرة الأولى التي رويت لي فيها قصة ملك بلاد فارس كسرى أنوشروان، الذي كان يغرس، فلاح الذي كان يغرس شجر الزيتون. بعد أن انتهيت من روايتها سألتك، وقد كنت صغيرة السن: من علم هذا الفلاح كيف يجيب يا أبي؟ والقصد: من علمه الإجابة بحكمة وسرعة بديهة؟ فأجبتني: إنها الحياة يا ابنتي، فالحياة مدرسة نرى فيها الكثير، فنتعلم من تجاربها ونحفظ. وهكذا بدأت أتعلم منك، وأصبحت أحب مجالستك والاستماع لأحاديثك ورواياتك التي طالما رويتني منها. هذا بالرغم من عدم متابعة دراستك بعد الصف الرابع الابتدائي، لكنك فقتنا وعيا وثقافة بجدك واجتهادك يا أبي. لم أشاهدك يوما بدون كتاب، وأحيانا كتابين وبينهما صحيفة الاتحاد. وكم كانت فرحتي كبيرة
عندما كنت أدخل البيت وتستقبلانني أنت وأمي بابتسامة عريضة وتحتضنانني وتقبلانني وجنتي وجبهتي، وتبدأ عندها بعرض ما كتب من أخبار في صحيفة الاتحاد، ولتنتقل بعدها لتشرح فحوى الكتاب الذي بيدك فتشرح لي عن أهمية الدفاع عن حقوق العمال، وقد كنت المدافع الأول عن حقوقهم وعن كرامتهم، وناضلت من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة ومن أجل السلام العادل والشامل، وقد حولت بيتنا الراسخ كالعين في مركز القرية طوال عشرات السنين لمقر وملتقى للشيوعيين والتقدميين في البقيعة والقرى المجاورة ومركزا للاجتماعات الشعبية. حاولنا أن نسير على دربك أخلاقياً سياسياً واجتماعياً وأن نتبع خطاك يا أبي، ولكن هيهات، لن نيأس، سنستمر بالمحاولة. باسمي وبالنيابة عن عائلتي أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المعزين الذين حضروا أو اتصلوا هاتفياً أو أرسلوا رسائل تعزية نصية. أشكر أيضاً كل من شاركنا اليوم في قداس وجناز الأربعين راحة لنفس والدي، وكل من حضر وشارك في حفل التأبين هذا تخليدا لذكراه، فكلماتكم الطيبة ومشاعركم الصادقة خففت من ألم الفراق وكانت دعما لنا، وأظهرت مدى الحب والتقدير الذي كان يحظى به والدنا. ندعو الله أن يرحم موتاكم وموتانا وأن تجمعنا بكم المناسبات السعيدة.